بعيدون عن صخب الحياة وضوضائها، يرحلون من مكان إلى آخر بحثاً عن العشب وموارد المياه لمواشيهم. في بادية السماء وجنوبي العراق يعيش البدو الرحل حياة بسيطة دون تكلف، لكنها لا تخلو من معاناة. احنا بالنسبة لنا هذا الغنم عمله لا صار حلاله، يعني فائدة حلاله، يعني شوفه أو مرعى أو مثل علف زين صالح لحلاله، هو هذه معاناة تصير زينة بعد أكثر. ولا شاف ذني ما موجودات لا تتعب عند المعاناة. قبل أطيب لو هالحين سيارات عندنا ما يفيدنا بشيء، وبحر هالواجبات، لكن البير طيب يوديك لمكان غير مكان. وفضلا عن قساوة الصحراء وطبيعتها الصعبة وظروفها المناخية المتقلبة، يعاني البدو من الألغام المنتشرة في بعض المناطق، فضلا عن إهمال منتوجاتهم من قبل الجهات الحكومية والاعتماد على المستورد. وهو ابن عمه هم قطع رجله، الله شاهد هسه من شوف هي وقطع رجله، واحد من ربع لثاني مرة وفلشت فلش، وحجية عينها ذبها، والله الصبي مال عينها ذب. هاللغام هذا مال السهل. الحكومة لا دعمت الفلاح ولا دعمت الغنام. طن النخال جلكم الله ب 650، طن الشعير ب 700، زين ونعايتك تبيعها ب 100. النوبة ضاف الحكومة فوق المحل الحكومة. الحكومة أول وحدة دخل لنا هاي اللحوم الإيرانية واللبنانية وما تعرف شنهم نشكالها، والله حتى ثمرة ما بيها. ويقول البدو في بادية السماوة إن حياتهم تغيرت كثيرا في السنوات الماضية لأسباب عديدة، لكنهم متشبثون بالعيش في هذه الصحراء التي ورثوا الحياة فيها عن آبائهم وأجدادهم ويعتبرونها ملاذهم الوحيد.